مباراة أو فيلم من الأفلام أو مسرحية من المسرحيات أو مسلسل من المسلسلات أو برنامج من البرامج اللاهية، قد ينكر عليك أن تطرح مثل هذا الطرح الآن، وربما تتهم بالجمود وتتهم بالتخلف وتتهم بالرجعية والتأخر. فليتعطل الإنتاج، فلتتوقف المصانع، فلتتوقف الشركات، لكن فليرفع للهو راية، فليرفع للهزل راية. أمر يدمي القلب. أمة خلقت من أجل أن تغير معالم الأرض بالتوحيد، بالإيمان، بالأخلاق، بالسلوك. أمة ابتعثها الله تبارك وتعالى لأشرف غاية ولأعظم غاية، لتخرج هذه الأمة بهذا النور وبهذا الدين، لتخرج العباد في الأرض من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فتنشغل الأمة باللهو وباللعب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، مرض خطير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. من دول؟ من هؤلاء الذين هم أضل عند الله جل وعلا من الأنعام؟ أنا لا أقول هذا من عند نفسي أيها الأكارم الأفاضل. من هؤلاء؟ أولئك هم الغافلون. اقرأ معي الآية تاني وتدبر معي، والد الغالي وأخي الحبيب وأم الفاضلة وأختي الغالية، تدبروا قول الله جل وعلا: يا أمة التوحيد، يا أمة الإيمان، يا أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تدبروا قول الله: ولقد ذرأنا لجهنم، هذا كلام ربنا جل وتعالى، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. غفلة مروعة، الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن، لكن قل من ينتبه، قل من يفيق، قل من يذكر فيتذكر. مرض عضال أصيب به كثير من أفراد الأمة. أنا لا أخاطب أحبابنا في مصر وحدها حفظها الله وسائر بلاد المسلمين، بل أنا أخاطب المسلمين في أنحاء الأرض من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الغفلة عن الغاية أخطر مظاهر الغفلة، أن تغفل عن الغاية التي من أجلها خلقت، وعن الوظيفة التي من أجلها ابتعثت. يجسد هذه الغفلة المرة أحدهم فيقول: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا يدري له ربا، لا يدري من خالقه، لا يدري أين المصير،
إلى الجنة أم إلى السعير، لا يدري لماذا خلق ولماذا وجد ولماذا ابتعث. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أيتها الأمة، يا أمة التوحيد، ما خلقت إلا لهذه الغاية، ووالله ثم والله ما كرمت إلا بتحقيق هذه الغاية، وما هنت على الله ثم على أمم الأرض إلا يوم أن ابتعدت كثيرا عن هذه الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويدمي القلب أن تتحول الوسائل إلى غايات، وأن تحول الغاية إلى وسيلة، هذا حتى إن تحولت إلى وسيلة بل ربما يتغافل تماما عن هذه الغاية ونتجاهل هذه الغاية. ما خلقت أيها المسلم إلا من أجل هذه الغاية، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالألوهية بالتوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو أنت حضرتك متصور أن الغاية دي والعبادة دي التي خلقت من أجلها هي الصلاة فقط؟ هي الصيام فقط؟ هي العمرة في رمضان أو في غيره فقط؟ هي الحج فقط؟ لا لا، هذا من الغاية من العبادة. أما العبادة التي خلقت الأمة من أجلها فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وابن السبيل والدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمرة في رمضان وفي غيره وحج بيت الله الحرام والإخلاص والخشية والإنابة والتوكل والتفويض والرجاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والحلف واليقين والتفويض والإيمان والإحسان والحب والبغض.